سونالي حبيبتي، انتي إلي. او ماي جاد، شو عم بيصير؟ منيح اللي سونالي تخبت، لو انه هون كان اكيد شافها وكنت رح اوقع بمشكله. شو قصدك بهالحكي؟ انا عم احتفل اليوم، انا رح اتزوج هون ببيت اعز اصدقائي، فكرت انه نحن الاربعه لازم نحتفل. مين الاربعه؟ انا وياك وهدول التنتين. لا مايانك، تأخر الوقت كتير، خليها لبكرة. أها ما تأخر الوقت، خلينا نحتفل، بس حفلات المساء بتطول. ما بدك تشارك رفيقك فرحته؟ بسيك يلا. أنت عن جد مبسوط بهالشي؟ كتير مبسوط، يشكي بنت كتير حلوة ورح تكون زوجة منيحة كمان. عن جد متحمس. كتير منيح، يلا خلينا نطلع. يلا. من خمس دقايق بس قال إنه ما عم يتواصل مع إشكي أبداً، بس هلأ عم يحكي شي تاني. مسكينة يا إشكي، ما بتعرف قديش هي مخدوعة بهالشبي اللي اختارته ليصير شريك حياتها. أنا لازم أخبر إشكي بكل الحقيقة. إيه ما فيها شي، لأنه هالشي متعلق بحياتها. شو لازم أعمل؟ أنا قررت أتزوج من إشكي بس لخليك تغاري علي. إلا كل شي لإشكي ولا لا؟ شبك؟ شو هالمزح كنت رح موت؟ شو صار لك؟ ما حدا رح يموت غير اللي خالص عمره. بشو عم تفكري لحتى ما انتبهتي لي؟ ما عم فكر برفيقتي، لأنه رفيقتي واقعة بمشكلة كتير كبيرة وصعبة. أليشا؟ اللي بتشبه ملكة الهند؟ هات احكي لي القصة، أنا بساعدك، أخوكي دايماً جاهز للمساعدة. وحدة غيرها. مين؟ اسمع المشكلة بالأول. قولي لي اسمها بالأول. رفيقتي هي وحبيبها. ما عاد تهمني قصتها. كارتيك اسمع! اسمعني، حبيبة لرفيقتي عم يوعد بنتين سوا، عم يوعد اثنين بنفس الوقت وعم يضحك عليهم سوا، بس هي ما بتعرف شي عن الموضوع. شو أعمل؟ جد مو عارفاني. كيف الشباب بيقدروا يزبطوا بنتين مع بعض؟ هالشي مانو منطقي. عم يخرب حياة بنتين، وانت عم تقول انه هذا الشاب معلم ومو فارقة معه؟ هيك رجال بيقرفوا وما لازم يحصل ولا على بنت منهم. ايه سانو، لازم تحكي لرفيقتك عن هالشي. أكيد أكيد 100%، هو ما بيستاهل ولا وحدة منهم. أنت لازم تفضحي كل شيء، وبعدها رح يخلصوا منه، وبعدين بتعرفيني عليهم اثنيناتهم. كارتيك. أوه عفواً عفواً عفواً. عرفيني على وحدة والتاني عرفية على أهان، وبنعمل موعد سوا. عن جد واحد رخيص. أنا رخيص؟ ما حدا بيقدر الزلم الحقيقي. أنا مو مثل باقي الرجال، ما رح أطلع على غيرها وقت شوف حبيبتي واقفة قدامي. لا قصدي رح اطلع، بس مو شي تاني. بالنهاية مو كل الشباب مثل بعضهم. مو بس الشباب بيفكروا هيك، حتى في بنات بيفكروا هيك. حبيب أو صديق لإلهن وبس. بس ليش شخص تاني إذا هنن بالعلاقة؟ رح أعطيك مثال، مثل دولاب احتياطي بالطبون موجود لكل سيارة، وفي حال كنت ماشي وفجأة نفس دولاب سيارتك تستخدم التاني. أوه الخطة بي. الخطة سي ودي وغيرها كتير. النسوان بهالبلد تطوروا كتير. شو صاير بالدنيا أخي؟ كنت عم شوف كوكب الحيوانات من كم يوم على الإنترنت. إناث الحيوانات عندهم أكتر من خيار لشريكهم، وبنقوا أفضل اختيار عندهم، فبيكون عندهم كل الاحتمالات وكتير خيارات متاحة. وهون
لاختيار الأنسب يلي بدوروا عليه. مين؟ بيأمن لهم حماية أكتر جوات القطيع تبعهم، وإنه يكونوا مستقرين مادياً أو عندهم استقرار وظيفي وهيك شغلات. إيه خلص، هي عملية اختبار طبيعية للإناث. الذكور ما بيتطوروا أبداً، كل شي بيهمنا هو العدد، الأرقام. هنن بيعدوا بس إذا كان عندهم 6 أو 8 أو 10. استنى شوي، شو هي 6 و8؟ بعرف إنه هي الأرقام عالية كتير، أنا بس عم أعطي مثال. حتى لو مثال مو ظابطة، هيك رح تدمر صورة الشباب. أنا ما فيني أذكر أكتر من 2 لو مثال. يعني الرجال ما نن حقيرين لهالدرجة، في حالات من هذا النوع، بس كمان في فئات تانية. شو يعني فئات؟ فئات يعني الحجم، اللون، الشكل، المظهر، وكل شي بيهم الشاب البنت اللي بده يحكي معه وتصير هدف لتعيش معه. مثل قديش ممكن تكون مصلحة بحالة ومركزة بمنظرة. أوه طولي بالك، آهان عنده فئة واحدة مو أكتر، عاقلة، مهذبة، نوع عادي وبايخ. لك شو هاد آهان؟ شو عم تعملوا؟ بعتذر منك، عمتك مو من عمرك لتلعب معها. آسف يا عمو، كأن قصدي اضرب كارتك. شو هالقصف الأحادي الجانب هاد؟ مو عيب عليك عمي؟ وعلى فكرة سمعت كلامكن، مقرف. وين أيام زمان؟ ما كان فيها التخبيص، جيلنا أحسن بكتير. بس جيلنا ما كان أقل من هيك أبداً. عفواً؟ شو عم تحكي أنت؟ إيه؟ رفيقك السيد بهالة. إيه؟ يا أولاد، السيد بهالة ومجموعته كل سنة بيروحوا بيزوروا تايلاند. إيه بيروحوا لهنيك ليقدوا الصلاة مو أكتر. عن جد؟ بتايلاند انت بسيط لهالدرجة؟ ولا عم بتمثل البساطة قدام الولاد وتضحك علي؟ لا عن جد، بيروحوا مع بعضهم ليصلوا هنيك. يا قدير احمينا، يا قدير تحمينا. ها انسى هي، عندي شي تاني احكيلكن يا. تتذكروا منيح ساكسينا بشارانا؟ هو عنده بيت تاني غير بيته ببريت في هار. ايه وشو يعني؟ ممنوع يكون عنده بيتين؟ أكيد بيقدر، وأي واحد فيه، بس مو يكون عنده مرة بالبيت الأول ومرة بالبيت الثاني. قولي لي شو مصدر هالمعلومات اللي عندك؟ مصدرها مواهبي الخاصة. يا عيني، هاد يعني إنه الرجال كلهم مثل بعضه، حتى النسوان مانا نقلال بنوب. القصة مو قصة صبي أو بنت، في نوعين موجودين بهالعالم، الأمراء والغشاشين. القصة مو بهاي البساطة أبداً. أنتِ شو عملتي؟ أنا؟ شو دخلني أنا؟ أنت كبيت القهوة على قميصك وعم تتهمني إلي؟ أنت شو؟ مثل الولد الصغير؟ بيكسر ألعابه بإيده وبيتهم غيره؟ أنت كسرتها، لا أنت كسرتها، لا أنت كسرتها. أنا ماني ولد. اسمعي، هذا الولد قصدي كان ولد صغير طنشي. قولي لي شو كنتي عم تحكي؟ كان بدي أقول إنه هدول الناس ما بيغشوا لأنه ما بدهم ينمسكوا بجريمة. إذا بدك تعرفي قديش أنت ملتزمة فاسألي حالك. تغلطي إذا ما كان حدا شايفك، وهون بتعرفي إذا بتغشي أو ما بتغشي. إذا كان الحلواني قاعد على الطاولة ما حدا رح يسرق الحلو تبعه، بس السؤال إنه فينا نمنع حالنا نسرق إذا ما كان موجود ولا عم يراقب الحلو. حكيتي فكر مهم كتير وحلو بكلمات بسيطة. اجيت لهون لشوف مايانك، وينه؟ هنيك. شكراً. شو هالبنت هي؟ نزعت لي أكتر قميص بحبه عندي. أنت دائماً بتبكي، إشكي معها حق مثل الأطفال. أها بيبي. هاي بيبي. ما تتضايق كتير، تعال هون. شو عم يصير هون؟ هاي أنا هون، وهي مسبحنا كمان، وهي عيلتنا كلها معي كمان. وهي أنا هون، وهاد حذائي موجود، ويمكن صار إني أضربك. لا ستي، لا أنا آسف. عادي أنا آسف. يضرب هالجيل. عادي
خلص طولي بالك، سامحي اليوم واحتفلي معنا. اسمعني شوي، بكره هو اول يوم بحفل زواج سونالي، في تجهيزات مهمه، الكل عم يحتفل بالبيت وحضرتك قاعد هون، خجل على حالك وروح رتب معهم. اهان، بكره اول يوم بزواج مايانك وايشكي، روح اسالهم اذا بدهم شيء. مزبوط حكيك، وينه مايانك؟ انا ما شفته من الصبح، يمكن راح على البيت. لكن ليش بده يتزوج هون اذا راح على بيته؟ هو ما اجا، بس هالبنت اللي مو منيحه وقعته. تخيلوا انها كانت عم تحكي مع شوفير العربايه. اخي قالوا لي في شي بنت محترمه بتتصرف هيك، تقدر تعمل اللي بدها اياه. انت ليش عم تغار؟ لازم تتزوجها بدل ما يانك. تخيل معي إذا هي وأخي تزوجوا، رح يعلقوا ببعضهم كل يوم وتسمعوا صواتهم لآخر الدنيا. مفكرين هالشي بيضحك؟ عن جد عم تضحكوا على هالشي؟ على فكرة ما حدا بيقدر يحب مثل هي البنت. معقول عائلة مايانك تقدر تتأقلم معها وهي تنسجم معهم؟ رح يحبوها يا ترى؟ عائلة مايانك كتير تقليدية ومو مثل بنوب ومنضبطة كتير هي كمان. هي مو كتير منضبطة وبنت مايعة كمان إذا بدك، وكمان بنت خجولة شوي. بس هي البنت شايفة حالها شوي، وهي كمان بنت لطيفة كتير وما رح تقدر تقعد معهم. بعد خالتي، خالتي خلينا نجهز الفطور هلأ، لازم أكل أي شيء على السريع قبل ما أوصل لهنيك. خالتي ليش عم تتجاهليني بهالطريقة؟ معقول؟ خالتي، خالتي لوين رايحة؟ تعرفي هالشي؟ تركي إيدي وخليني روح لعنده، أنا ما عاد أقدر أسكت أبداً. ما رح تروحي لأي مكان، ما رح خليكي تتقاتلي مع عمك وتقدمي شكوى كرمالي، طولي بالك. بس ليش يا خالتي؟ ما بدي ولا مشكلة قبل الزواج وقبل ما أفرح فيكي، أنتي بتهميني. أنا بس بيهمني أنتي خالتي، نيناتنا ما رح نضل هون بالبيت، رح نستأجر بيت تاني ونعيش فيه أنا وياكي، موافقة؟ يا حبيبتي يخلي لي ياكي، هذا أول يوم بزواجكم وفرحتكم. لا تبكي، بتتنفخ عيونك وبتبيني بشعة بالصور، الصور رح تطلع بشعة، الصور رح تكون بشعة كتير لما ما بتكوني معي أنتي. ما تحكي هيك، رح يكون في أسئلة إذا رحت معك لهنيك، ما بدي حماتك وبيت حماكي يسألوكي أسئلة عني ويحرجوكي فيها. يلا خدي حلويات وفواكه، هدول كلهم مشانك، قدميهم للقدير ورح يضل معك. ما رح روح لمكان وأتركك هون. سكتي، هذا أول يوم زواجك، خدي وهذا طلبي، روحي. بس رح أرجع بسرعة. إشكي ضروري إنك تاكلي قبل ما توصلي لهنيك. رح آكل هنيك. خليهم برا. يلا كارتيك. نعم أخي. اتركهم برا البيت وزبط السور كمان. حضرة الكاهن. إيه تمام، رح توصل السيارة وتجيبك لعنا اليوم. إيه هي هي السيارة الكبيرة. مرحبا، أهلين حبيبتي، كوني هون الساعة 6 قبل ما تبلش الحفلة لا تتأخري. قديش ممكن يقدر الواحد يشتغل ويتحمل بيوم واحد؟ ولا بولا؟ شو؟ بدك حدا يدلك لك رجليك؟ لا لا، هالشي عيب وغلط. شو رأيك تعملي مساج؟ دلك لي كتافي شوي. ضحكتني، شو رأيك أخذك مع تدليك الرقبة؟ يلا الشباب اشتغلوا شي حاجتكم، مسحوا لعب. بولا اطلعوا إلا للعم يجهز الأكل، وأنت اتأكد من الوضوية. ستي لإمتى بدي ضل عم حرك؟ طلعي فيني،
هاد مو مثل حط السكر على الشاي، هاد الحلو بده تحريك. كملي شغلك، بكرة هيك بدك تقولي لحماتك وتسأليها أسئلة غبية؟ لأمتى بدي ضل عم حرك حماتي؟ يا بنتي تعلمي مهارات الطبخ وإلا رح تلومنا حماتك على تربيتك. كملي. وهلأ قطعي الفواكه المجففة. أوام، لازم أغسل الفواكه. أخي المكسرات مبسوطة بشوفتي وعم ينطوا من الفرح، خليني ساعدك شوي. وقف، هذا الشغل مو شغلك. أنت انتبهي على شغلك. شرحت كتير وعدت 100 مرة هالحكي إن الشباب ما بيصير يفوتوا على المطبخ. طلع برا. ليش ما بيصير فوت على المطبخ؟ أنا بس بدي ساعدها ستي. ليش هذا هو شغلك؟ النسوان بس يلي بيشتغلوا بالمطبخ، ورجال عليهم يهتموا بشغلهم وما ينقصوا عن النسوان شي. في شي واحد ناقص بالمطبخ هلا، المنطق المعاصر. كارتيك، بالنسبة إلك مو مهم نجاح البنت وتفوقها، إذا ما قدرت تطبخ كل إنجازاتها بلا قيمة بالنسبة إلك، المهم إنه بيت حماها ما ينزعجوا، ومو فارقة معك إنجازاتها. حكيك صح، لأنه بيت حماها رح ينزعجوا شو ما عملت وشو ما ساوت، ورح يحكوا علينا إذا حرقت الخبز وهي عم تعمله. إذا هيك القصة من وجهة نظرك، ببعت لهم بولا عروس بدل سونالي، هن بدهم كني مو طباخة. خلاصوا، لا واحد غبي، هي تقاليد. هي تقاليد بس ممكن تكون غلط ستي. كارتيك خلاص فهمنا، امشي. شو اللي صار؟ كان معي حق بحكي. ما فيك تحكي وتتجادل مع ستك بهالطريقة. ليش ما فيه جادلها؟ فيك تتجادل هالشي معي، هي كبيرتنا. انتبه على الشيء اللي بتحكي لها، ولازم تراعي انه هي عندها عادات وتقاليد وما بتقدر تطلع عنهم ابدا. انا بعرف هالشيء منيح وبحبها، بس انت ما سمعت كيف عم تحكي؟ قواعدها وافكارها مو منطقيه ومو معقوله. ليش يا اخي دائما بتسمعوا لها وما بتصححوا لها هالشيء؟ ليك فهمني منيح، التقاليد شيء اساسي عندهم، لازم يكون في سبب منطقي ورا دعم هي التقاليد والعادات للاجيال اللي بعدها. بس اخي ممكن التقليد يكون مو منطقي بالنسبه لإلك وبيتجاوز فهمك، بس هالشيء مو غلط انك تسايره. شوف، ستي كبيرة بالعمر وعندها كتير تجارب وخبرة بحياتها اللي مضت، وتعاملت مع عدة روابط عائلية ومختلفة، لازم نحترمها. أخي أنت أهان العظيم، تمام؟ بس أنا ما في أعمل هالشي، بعتذر منك. كارتيك اسمعني، رح أشرح له بعدين. تحيا الآلهة، وين الكل؟ تحيا الآلهة، تحيا الآلهة، تحيا الآلهة. أهلا وسهلا. وين أنت جيني؟ تعالي، نحن ما منروح على بيت القرابين وإيدينا فاضية، لازم ناخد لهم شي معنا. بصراحة أنا بالعادة برن الجرس بإيدي، بس هالمرة رنيته بكوعي لأنهم مليانين كتير هدايا. أهلا إيشكي؟ مرحبا. جاية لحالك؟ ما حدا إجا من عيلتك؟ بصراحة خالتي تعبانة كتير، لهيك ما إجت معي، مشان هيك إجيت لحالي. هذا الشي ما تعودنا عليه أبداً بعيلتنا. يعني حتى العمات المريضين بيروحوا على الوظيفة؟ كارتيك لا تواخذي، عن جد عيلة غريبة كتير، بعتوا البنت لحالة على عرسها. طالعة كتير حلوة بهذا الساري، عن جد كتير لابق لك. عن جد عن جد كتير كتير طالعة حلوة بتجنني. شكرا. حقهم 200,000 ها؟ أوه. وهذا الكلاش اللي لابسته في لولو حقيقي بيلبق لأصابع رجلي. بس لازم ها تشلحي حذائك وقت الصلاة والعبادة، ما بلكي حدا سرقه. أنا برأيي أعطي الحذاء إلي وبحطه بالخزانة وبقفل عليه. معك حق بكل كلمة قلتها، خبيه عندك. جبنا حلو معمول بالزعفران والبهارات. لكن عطيني اياهن وانا رح ضيف الكل، خليني دوقهم بايدي. م-
مدام سارلا، نسيتي تطعمي البنتين؟ لا ما نسيتهم أبداً، أنا كنت قاصده أعمل هيك شي. ليش؟ لأنه المفروض تكونوا صايمين اليوم. شو؟ لك اليوم في صلاة وطقوس وعادات، اتنيناتكن لازم تصوموا حتى تنتهي هاي الطقوس ويتم الزواج. أنا قررت أتزوج من إشكي بس لخليكي تغاري علي. أنا لازم أقول كل شيء لإشكي قبل الصلاة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.